شوية بقينا مش واعيين خالص خالص. يعني كنا غايبين عن الوعي، كنا شاربين خمرة وكده، وأنا ما بشربش حاجة زي دي، فبالنسبة لي يعني كان الموضوع يعني مش واعي خالص. وبدأ يحصل كده، بس أكيد إن بني آدم طبيعي مش هيصور نفسه كده. يعني الفيديو كان أثناء الجواز، أكيد يعني ما كنتش واعي خالص. هو خالد اللي صور الفيديو، بس ما كان يعني انا ما كنتش اعرف ان الفيديو ده موجود او هيتنشر في يوم من الايام او الكلام ده كله، اكيد انا ما كنتش اعرف.